من عادات وتقاليد في دولة الصومال الشقيق بتزوج الشاب في سن 17 حتى. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مساء الخير على الجميع يا رب. أحيانا يصير الإعلان كارثة، بمعنى أنه أنا قبل ما أوصل للصومال كان عندي فكرة أن الصومال لا أقدر أعيش في بها، لا أنا ولا أي بني آدمين. الصومال مجاعة، والصومال في بها مشاكل وحروب، وكل الناس زومبي. كان عندي فكرة كده. طب منين جاءت لي هذه الفكرة؟ من الإعلام اللي كنت أشوفه كل يوم بيطلعوا أن الصومال في بها مجاعة، أن الصومال في بها حرب، في بها مشاكل زي ما كل البلدان العالم في بها مشاكل، في بها كمان حياة. بس لما وصلت شفت العكس، بلاد طبيعة جميلة حلوة والناس كلهم يقدروا يعيشوا فيها. فأنا حابة أوصل لك معلومة، تتكلم عن شيء ما هو متوفر بالصومال، يعني بالله عليك لو ما وصل سن 20 القبيلة كلها بتروح بتعمل له، لازم يدور له على زواج. ليش؟ القبيلة فاضية، يعني ما في معاهم مشاكل تانية في القبيلة كامل، غير مثلا فلان ما أتزوج. يعني إيش الفضاء لهذه الدرجة إنه بيدوروا على اللي ما أتزوج؟ في ناس بيوصلوا لسن 50 ما اتزوجوا، وفي ناس يمكن يتزوج بعمر مبكر، كل شيء نصيب. وما في اسر انه تجيب لك ضروري الثانيه بعد اول مولود. في يمكن رجال زوجته ما خلفته براده من الله يروح يتزوج واحده ثانيه زي ما جميع العالم بيحصل. بس انه هديه زوجه ثانيه، ليش الزوجه رخيصه لهذه الدرجه؟ المراه بكاملها رخيصه لهذه الدرجه؟ تعتبر هديه لما الرجال يخلف يجيب له واحده ثانيه وهي ترضى فيه؟ يعني بالعقل هذا شيء يتصدق؟ فبليز لما تقولوا معلومات أو عن بلاد وأنتم مش عارفين عنها بس سمعتوا عنها في بداية الفيديو، قولوا إحنا مش متأكدين. فالناس اللي موجودين في هذول البلاد أو اللي عارفين عندهم معلومات يردوا لكم المعلومات لو هي صح أو غلط. بالله عليك يعني 30 سنة لازم يتزوج والأربعين متزوج له؟ ليش؟ خير إن شاء الله. يعني الرجال بس حياته كله إنه يزوج، ما عنده هموم تانية، ما عنده مشاكل شغل، ما بلا يتزوج. 18 عادي يتزوج، في ناس يتزوج 18، في ناس يتزوج 50 مرة، أحيانا مرتين زي ما البلدان العالم الثاني. لكن أكيد واجب، كأنه حاجة مفروضة وقانون كتبه والقبيلة كامل تدور له. الله أكبر عليك، إيش من قبيلة فاضية للرجال هذا؟ يعني أنت لو تزوجت أو لو ما تزوجت هذا شيء راجع لك، لكل الناس اللي يتزوج واللي ما تزوج شيء راجع له. إيش دخل القبيلة؟ يعني لو كنت ببلعها لو قلت أمه بقى يمكن تزعل عنه ولا أهله، بس قبيلة كامل حسبنا الله عليك، إيش الكذب هذا؟ كذاب. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، سوح وناكسن ملك فيديو بحوك شرحي إنو رهي صومالي ذا رقم حيلي نيك أفرناك إنو أروسو مركوط مجزيت سنة أجرو ناك كوبات لبعض السنة دو كارو وناك أروسو ويلك وعلى شكنا عمل قبيل كي أناك أورادنا أملك وحكال دناك جرا aan halbuna ka talo dalo naagta labaad hadii ahaan loo siino 30 sano markuu jiro naagta saddexaad 40 sano markuu gaaro naagta afraad. yaan waxa ka dhigay naagta Soomaaliga waa naag raqiis oo iidan shaqaale amal oo nin kale oo maantar Soomaali sax waa jiraad niman afar naag qaba ama niman laba naag qaba ama nin hal naag qaba waxaas ikay ku xirantaa ama asbaab ama dhuruf ay jirtaa. laakiin qabiil dhan halbuna ku naag aroosinta 18 sano soo jiro naag uraaya yaani war been oo ka sheegay Soomaaliyo. يعني دخل حنوك دتك وقفا فيناي دتك عرب ما دتك أجانب تاعي فخفك دلك هدو جوجن ورقصوا أمينة ساسا أنك ورمى الفيديو قل ساسا وهاي